السلام عليكم. إذا من بعد ما شفنا في لا بروميير سيونس لا ديفينيسيون ديال لونتربريز، اليوم غنشوفوا لي تيب دونتربريز. الوغ لي تيب دونتربريز كاين ثلاثة أنواع ديال الشركات. كاين لي زونتربريز اندستريال بحال مثلا كوزوما. لي زونتربريز اندستريال هما اللي تيشدوا لا ماتيير بروميير و تيديروا لها لا ترانسفورماسيون باش تعطيونا دي برودوي فيني. بالنسبه للكوزيومر وزين ديال السكر، تنعرفوا انه تياخذ البيتراف وتيدير لها الترانسفورماسيون باش تعطينا لو سكر اللي هو برودوي فيني. دونك هادو كيتسموا لي زونتربريز اندستريال، كيعطيونا لا برودكسيون دي برودوي فيني. عندنا لي زونتربريز دو سيرفيس، يعني المقاولات ديال الخدمات، بحال مثلا لو ان سي اف، ما تعطيناش شي حاجه ملموسه ولكن كتعطينا خدمه غير ملموسه اللي هي لو ترونسبور. دونك اي اونتربريز كتقدم خدمات غير ملموسه كنسميوها اونتربريز دو سيرفيس. دونك بحال لو سيرفيس دو ترونسبور. وعندنا فينالمون لي اونتربريز كوميرسيال، هادو ما تيديروش لا ترانسفورماسيون ديال الماتيير بروميير اون برودوي فيني، وانما تيبيعوا لي مارشانديز اون ليطا، يعني في الحاله الطبيعيه ديالهم، بحال مثلا بيم او لا مرجان او لا اسيما الى اخره. دونك بحال مرجان تيبيع لا مارشانديز، تيشريها كما هي وتيبدل فيها البيع. دونك هادو كيتسموا لي اونتربريز كوميرسيال، كيديروا لاشا ايفونت دو مارشانديز. دونك هادو بخلاصه لي تيب دونتربريز.